رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير الإسكان عاصم الجزائر بفوز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021 في مجال تطوير العمران المستدام، موضحاً أن ما تحقق في المدن الجديدة خلال السنوات السبع الماضية يعد إنجازاً بكل المقاييس، مؤكداً استمرار الدولة في خططها للتوسع العمراني المخطط عبر إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية. أعلنت وزهلة زايد اليوم انطلاق حملة معا نطمئن سجل الآن بمحافظات كفر الشيخ بني سويف الشرقية لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، مشيرة إلى تسجيل 17,345 مواطنا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الحملة أثناء فترة عملها بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والدقهلية والقليوبية. نفت الحكومة التواصل مع العمالة غير المنتظمة بدعوى تحديث بياناتهم لصرف منحة جديدة بقيمة 500 جنيه، مؤكدة أن كافة المنح أو المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بوزارة القوى العاملة. قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم على كامل الأراضي الجزائرية حدادا على وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وكان التلفزيون الحكومي الجزائري قد أعلن في وقت سابق وفاة رئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عاما. أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها المائية في الأنهار النابعة من تركيا وإيران والتي تصب في الأراضي العراقية، مشددا أيضا على ضرورة أن تكون هناك ثقافة مجتمعية للحرص على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك. وصف سفير فرنسا لدى استراليا قرار كامبيرا إلغاء صفقة الغواصات الكبرى مع باريس الذي أسفر عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين الدولتين بأنه كان خيانة سابقة التخطيط، مشيرا إلى أن استراليا بدأت الاستعدادات لإلغاء الصفقة مع فرنسا البالغ قيمتها 90 مليار دولار قبل 18 شهرا من الإعلان الرسمي عن الإلغاء. وقعت اشتباكات عنيفة بين المحتجين على الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا بمدينة ملبورن الاسترالية مع قوات الأمن، وتخضع المدن الاسترالية للحجر الصحي بسبب انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، فيما تخطط سلطات هذه المدن لتخفيف القيود المفروضة بعد التطعيم الكامل ل 80% من سكانها. افتتحت الحكومة اليونانية مخيماً للاجئين في جزيرة ساموس محاطاً بالأسلاك الشائكة وكاميرات المراقبة، وهو أول مخيم يوصف بأنه مغلق وخاضع للمراقبة، وسيكون دخول المخيم الجديد المزود بمساحة ضوئية تعمل بالأشعة الصينية وبأبواب مغناطيسية مخططاً فقط لطالبي اللجوء الذين يحملون بطاقات ذات شرائح إلكترونية. قال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين إن التشكيل النهائي لحكومة طالبان يحتاج إلى عدة أيام أو أشهر وقد تتغير التشكيلة، موضحا أنه قد جرى التخطيط لحفل تنصيب الحكومة الجديدة ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك، مؤكدا أن طالبان مستعدة لخلق مرحلة جديدة من العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن نحو 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة إلى مساعدات ويعانون من نقص المواد الغذائية والأدوية ومياه الشرب، موضحة أن هناك أطفال يفتقرون إلى اللقاحات الضرورية وأن العديد منهم بحالة تستوجب نقلهم إلى المستشفيات.